يا ريس. انا ايوه بكلمك انت. حد نصب عليك قبل كده في عقد شقه او حته ارض؟ كتير. طب وقدرت تعمل له حاجه؟ لا للاسف. طب بلاش دي، فاكر البنت جارتكم اللي كنت عايز تخطبها وما رضيتش بيك عشان هي معاها شهاده وانت ما بتعرفش تفك الخط؟ ما تفكرنيش، مع اني كنت صنايعي وبكسب حلو قوي. اه بس ما عرفتش تقرا الرسائل اللي كانت بتكتبها لك. المكسب مش بس فلوس يا معلم، ما نفسكش بقى تقرا وتكتب زي كل الناس؟ طبعا نفسي. طب ومستني ايه يا ريس؟ فصولنا مفتوحه طول السنه، ابتدي معانا بالحروف العربي واحده واحده، ده حتى الحروف سهله قوي يعني، مش كده؟ ايه مالك فاكرني بضحك عليك؟ طيب يا عم انا هبسطها لك. الحروف دي شبه حاجات كتير قوي بنستعملها في يومنا، يعني عندك مثلا حرف اللام ده شبه المغرفه بتاعت شوربه العدس اللي حماتك بتعملها، وحرف التي شبه طشت الغسيل اللي فوقيه حتتين غسيل، الايه مثلا شبه البطه، والعين شبه الست الحامل وهي بطنها قدامها شبرين، والري شبه الزحليقه اللي كنت بتتزحلق عليها في المولد زمان، فاكرها؟ ده انا لحد دلوقتي بحب اتزحلق عليها. وبس كده، وشويه شويه لما تتعلمها وتركب الحروف هتلاقيك بتقرا وتكتب زي البرابنط بالكتير في شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه بس؟ ايوه يا عم، هو انا هضحك عليك؟ يلا انت هتفضل باصص لي كده كتير، قوم اشتري كراسه وقلم وتعالى على الفصل. حاضر. ولا اقول لك تعالى تعالى ما تشتريش، احنا هنديك، تعالى لنا زي ما انت. وبس يا معلم، خلصانة بشيك، وألف ألف مبروك.